يقول السائل: دخلت الطواف لأداء النافلة، فطفت ولم أستطع إكمال الطواف لشدة الزحام، فخرجت من الطواف وفي اليوم التالي أكملت الطواف، فهل هذا الفعل صحيح؟ طواف النافلة لا يلزم إكماله، طواف النافلة لا يلزم إكماله، الذي يلزم إكماله طواف العمرة أو طواف الحج، أما طواف النافلة فلو قطعته فلا شيء عليك ولا يلزمك إكماله.